شاه الطفل يتيم أخذوا ميراثه وطردوه في الشارع، فأرسل له الله جن مسلم ليرد له حقه. قصة صادمة، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. اليوم سنقف عند قصة تتحدث عن امرأة تزوجت على كبر من رجل أكبر منها ورزقها الله عز وجل منه ولدا أسمته حسين، ولكن زوجها هذا قد فارق الحياة وتوفاه الله عز وجل، فأخذت الزوجة نصيبها من الميراث بأعجوبة، وطلب منها أخو زوجها أن تترك البيت وترحل بعيدا عنهم هي وابنها، فذهبت المرأة ومعها طفلها الصغير إلى مدينة أخرى وعاشت في بيت بسيط، وبدأت تبيع طعاما ليكون لها دخل تنفق منه على نفسها وطفلها. أما باقي المال الذي ورثته من زوجها فقد خبأته لابنها حتى يكبر، وبدأت المرأة تشعر بحركات غريبة في البيت وأصوات لم تعرف مصدرها. وفي ليلة وهي في غرفتها سمعت ابنها وهو في غرفة أخرى وكأنه يكلمها ويقول: أمي، ما الذي تريدينه؟ فخرجت من غرفتها إلى غرفة ابنها حسين، فرأت أن امرأة تخرج من هناك. والغريب أن هذه المرأة كانت على هيئتها تماما واختفت، خافت الأم وابنها. وفي الصباح ذهبت أم حسين إلى شيخ وأخبرته بما حدث، وجاءت به إلى البيت حتى يتلو في البيت القرآن وحتى يرقي ابنها. ولكن أم حسين ما زالت تعاني من نفس الحوادث وتسمع نفس الأصوات، حتى أنها ترى وكأن أطفالا صغارا يرقدون أمامها وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي يوم من الأيام شعرت المرأة بتعب شديد، فذهبت إلى المستشفى واكتشفت أنها تعاني من سرطان خبيث، وأنه لا بد أن تدخل غرفة العمليات فورا، وأن نسبة نجاح العملية كما قالوا ضئيل جدا. فذهبت أم حسين إلى البيت وأعطت المال لشخص كانت تعتبره أخاها، وقالت له أن هذا المال أمانة عندك، أنا لو مت في العملية فأعط هذا المال إلى ابني حسين عندما يكبر واجعله يكمل دراسته. فقال لها: اطمئني، سأكون لابنك مثل أبيه. بعدها بأيام دخلت المرأة غرفة العمليات لكنها لم تخرج منها حية، لقد فارقت الحياة وتوفاها الله عز وجل. بكى طفلها حسين بكاء مرير، فلم يعد لهذا الصغير أب ولا أم ولا أهل، وأصبح وحيدا. والرجل الذي أخذ المال فقد هرب به بعيدا، أما حسين فقد أخذه أحد الجيران إلى بيته ليعيش مع أولاده. وبعد سنتين خرج حسين إلى العمل وذهب وجلس في بيت صغير وأنشأ مشروعه الصغير، وعمره لم يتجاوز 14. وفي ليلة سمع حسين أحدا في الليل يقترب من الباب، ففتح الباب فوجد رجلا طويلا، فسأله: من أنت؟ فقال: أنت حسين؟ أنا جئت لكي أراك. أغلق حسين الباب بسرعة وخاف أن يؤذيه هذا الرجل، ولكن الصدمة الأكبر عندما وجد حسين ذلك الرجل في بيته، فسأله: كيف دخلت إلى هنا وماذا تريد مني؟ نطق الرجل وقال: لا تخف، لقد جئت لأتحدث معك عن أمر يهمك. وحسين كان يرتعد من شدة الخوف، ثم اختفى فجأة. وبدأ الرجل يأتي إلى حسين في المنام ويخبره أنه من الجن المسلم وأنه لن يؤذيه أبدا. وفي الليلة التالية سمع حسين صوت شخصين في غرفته، فتظاهر أنه لم يراهما وخرج هاربا إلى الشارع وخاف أن يؤذيه هذا الرجل. ولكن الصدمة الأكبر عندما وجد حسين ذلك الرجل في بيته، فسأله: كيف دخلت إلى هنا وماذا تريد مني؟ نطق الرجل وقال: لا تخف، جئت لأتحدث معك عن أمر يهمك. وحسين كان يرتعد من شدة الخوف، ثم اختفى فجأة. وبدأ الرجل يأتي إلى حسين في المنام ويخبره أنه من الجن المسلم وأنه لن يؤذيه أبدا.
وفي الليلة التالية سمع حسين صوت شخصين في غرفته، فتظاهر أنه لم يراهما وخرج هاربا إلى الشارع حتى وجد نفسه عند باب المسجد، فجلس عنده حتى جاء وقت الفجر، وصلى حسين للفجر في جماعة الأول مرة، ثم جلس يشكو للإمام ما يحدث معه ويراه، فأوصى الإمام ألا يترك شيئا من صلاته ومن تلاوة القرآن والأذكار مهما حدث. سبحان الله العظيم، أن الله تبارك وتعالى وذكره يذهب الوساوس والشياطين ويحفظه بأمر الله من كل شيء ومن الشيطان اللعين. ولكن حسين بين حين وآخر كان يرى ذلك الرجل الغريب، فسأله حسين وقال: أنا أعرف أنك جني، ماذا تريد مني؟ فلتذهب ولا تؤذني. قال الرجل: أنا لا أريد بك شرا، بل جئت بالخير، الأمر متعلق بأمانة تركتها والدتك وعليك أن تستردها، فهي حق لك وملك لك. ثم أخبره أن أمه قبل وفاتها أعطت مالها كله لرجل لكي يحفظه لك بعد موتها، لكن الرجل خان الأمانة وأخذها وهرب بها. قال حسين: ما الذي يثبت أن هذا الرجل أخذ مالي؟ فهو لن يعطيني شيئا. قال الجني: أن تساعدني وأنا سأرد لك حقك، ولكن لا تفزع في كل مرة تراني فيها، فسأأتي بجنية وتتشكل على هيئة والدتك حتى تساعدنا على استرجاع مالك. فالجن يمكنه التشكل في أي شيء، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسوف تسافر إلى المدينة التي يسكن فيها الرجل وتخبره بأنك ابن المرأة الفلانية المتوفاة وأنك حسين ذلك الصغير. فذهب حسين وقال للرجل: جئت لأشكرك لأنك دائما كنت سندا لأمي. فأدخله الرجل المنزل وأطعمه، فسمع حسين صوتا يهمس في أذنيه ويقول له: اسأل عن المال الذي تركتها أمك معه. فقال حسين للرجل: ألم تترك لي أمي عندك أمانة؟ لقد كان معها مال كثير، لكنني لم أعثر عليه في البيت. فقال الرجل: لا، لم تترك والدتك لي أي شيء، وإن كان قد أعطتني بعض الأموال في حياتها، فذلك كانت تكاليف المستشفى والعملية. فسمع حسين صوتا يهمس في أذنيه يقول: يمكنك أن تغادر الآن. خرج حسين من عند الرجل ثم عاد إليه بعد بضعة أيام ليتفاجأ أنه لا يريد أن يفتح له الباب وهو يسمع صوته من الداخل. ثم بدأ الجن يظهر للرجل على هيئة والدة حسين وهي تقول له: لماذا لا تريد أن تعطي ابني ماله؟ ثم اختفت. وعاش الرجل أياما من الرعب والهلع لا يهنأ في ليل ولا نهار. وبعد أيام ذهب حسين إلى ذلك الرجل ففتح الباب وقد ظهر عليه التعب والإرهاق، ثم قال لحسين: أريد أن أعترف لك أنني أخذت المال الذي تركته لك والدتك، والآن سأعطيك إياه. وأخرج الرجل لحسين مبلغا أقل من ربع المال ليعطيه إياه، فسمع حسين همسا في أذنيه أن هذا ليس المبلغ كاملا، والصوت الذي يهمس لحسين يأمره أن يرفض أخذه. فقال حسين للرجل: المبلغ أكثر من هذا بكثير، يجب أن أخذ حقي كاملا. فقال الرجل: إنني أرى أمك في كل مكان، فهل أمك ما تزال حية؟ فقال: أمي ماتت وأنت من دفنتها بيديك. ثم ذهب حسين وتركه. وبعد أيام في منتصف الليل أمر الجني حسين أن يذهب إلى بيت الرجل في هذا التوقيت، فذهب وترك الباب بشدة. ففتح الرجل الباب فرأى الجني متمثلا في صورة أم حسين وهي تقول: لماذا لا تريد أن تعطي ابن المال الذي استأمنتك عليه قبل أن أموت؟ فخر الرجل مغشيا عليه مما رآه. وبعد يومين جاء الرجل إلى منزل حسين ليعطيه حقه وقال له أن حياته أصبحت مستحيلة لأن أمه صارت تعيش معه في المنزل ويراها في كل مكان بل وتؤذيه، وأعطاه المال ناقصا ربعه لأنه ليس معه. يقول حسين: لقد فرحت بعودة مالي وسامحت الرجل فيما أخذه مني، أما الجني المسلم والجنية المسلمة لم يتركاني أبدا، وكنت دوما أراهما
وكان الله عز وجل أرسلهم إلي ليستعيد لي حقي. كنت أشاهدهما يصلون ويذكرون الله عز وجل. هذه القصة رواناها لكم مشاهدين الكرام كما سمعناها، فنحن لا نعلم هل حدثت فعلا كما ذكرها صاحبها، ولكن المستفاد من هذه القصة أن الله عز وجل ينصر المظلوم ويأتي بحقه ولو بعد حين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي النهاية عزيز المشاهد، إذا أعجبتك هذه القصة فاضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع الجميع، فالدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.